عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم سيديه شانيل. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير يا ربي، والله يسهل عليكم. وشكرا على اغلى الكومونتيرات الزوينين، والله راه عندنا العائله التاليه الحمد لله، وراه بلا المتابع ما تنسوه حتى حاجه الصراحه. الله اللهم لك الحمد. المهم تيدخلوا الناس الزوينين، الناس راقيين ما شاء الله، الله يلاقينا ما احسن منا يا اغلى المتابعين. شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم، على اي حاجه درتوها مع اختكم سيديه شانيل. شكرا 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 بزاف بزاف. وين اللي دخل يخلي واحد اللايك، لايكات لا شيء. مالكم المتابعين؟ عيتوا راس عليا، فين كاس هديه؟ فين كاس هديه؟ يلا جمجموا لا تخمموا. اللي دخل اول مره القناه سعديه شانيل، نتمنى الله سبحانه وتعالى تعجبوا، يعجبوا المحتوى، يعجبوا تعجبوا سعديه شخصيا. الحمد لله، ديروا واحد ابوني والجرس وبارطاجيو مع احبابكم ومع اصحابكم، ما غتخسروا حتى حاجه. الله يسهل عليكم، اي واحد دار كومونتير زوين، اي واحد دار لايك وبارطاج مع خوتو، الله يسهل عليكم. اللي مرض الله يشافيه، وشكرا خارج الوطن وداخل الوطن، تحياتي لكم كبيره 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 بزاف بزاف. اليوم المتبعين جيت نشارك معكم شي المشتريات، شي اي حاجه درتها في حياتي الحمد لله تنشاركها مع اغلى المتبعين، المتبعين العزاز ديالي. اللي البارح كلشي كومونتيرات فنين فنين بحالكم، وكلشي ما شاء الله اللي قال كاطاسير عند اختي سعديه. تحياتي لخواتاتي كاملين خارج الوطن وداخل الوطن، والناس الجاليه تحياتي لكم كبيره. الناس مساكنه تيقول لك يا ريت اختي سعديه كون هي كنتي حدانا، والناس تبارك الله ما شاء الله راه تيعيطوا ليا واش اختي سعديه نوجدوا لك، واش شكرا لكم بزاف صراحه الله، حيت نتوما عارفين شنو داز عليا. الله يكبر بكم، المهم الحب ديالكم راه ما تيتباع ما تيتشرى. شكرا شكرا بزاف بزاف، راه واخا نشكر فيكم حتى الغدا، حيت علاش؟ راه نتوما اللي تزيدونا القدام، وانتوما تعطيونا واحد الطاقه ايجابيه دائما الحمد لله. والناس اللي تيقولوا اختي سعديه تبدلتي، يمكن غتكون عندك البنت ولا ولد، الله اعلم اخوتي. نطلبوا الله سبحانه وتعالى غير الصوره مكموله، واللي تيطلب الذريه الصالحه الله يعطيها لكم وحق الله، حيت هاد الايامات اخوتي صراحه والله ما بغيناش نشكيو عليكم، وان المتبعين راه ما عندناش على من نشكيهم غير الله سبحانه وتعالى، وانتم اللي تتحسوا بينا. والله الا جات تجيني واحد الحاله ما نكذبش عليكم، جاتني صراحه على بيت النعاس، ما نكذبش عليكم بحال الا جاتني كرهتها. وغدا ان شاء الله غنخملها على حقها وطريقها ان شاء الله يا ربي، غتجي البنت وغنسبقوا بها. الا قدرت نشارك معكم هذيك الروينه نشاركها معكم، ما قدرتش باش ما نكذبش عليكم. وديجا فاش كان بديت حامله وما عارفاش حيت حوايجي كاملين المتبعين، وحق الله العظيم كلشي كلشي حيدتو في سبيل الله، كلشي حيدتو. بحال الناس اللي تيخليو لي في الكومنتيرات عافاك اختي سعديه بغينا الحوايج تمير، انا كلشي حيدتو حيت الاول العام تنحيدو كلشي في سبيل الله. يعني اصلا ديالي ما بقات عندي حتى حاجه، وليت نشري من الجديد. صافي خرجت اليوم مشيت تقديت شي حويجات وهذا، وواحد المكازين البنات وحق الله العظيم الا قلت لكم شنو وقع ليا والله ما تثقوا. دابا انا فيا واحد الفيس سبحان الله، اي حاجه تنشوفها تتعجبني، ودابا كلشي على هاد المخده، حيت دابا تنجهز بيت النعاس، تنبدا التحضيرات بيت النعاس. نعم سيدي، بشويه بشويه شريت هاد المخده البنات، ها نتوما ماشي اليوم شريتها، الا قلت لكم البنات هاد المخده وحق الله شوف شوف تبارك الله، شكون اللي باقي تيدير هادي؟ الله وات الحاجه المزيانه البنات، وتبارك الله ما شاء الله غزاله. الا قلت لكم دفعت فيها وحق الله العظيم راني واحله في روحي، الا قلت لكم راه دفعت فيها عام هادي والله ما تيقوا. ودابا ان شاء الله غنديكم واحد المكازه غزاله غزاله. اش غنقول لكم؟ ما شاء الله من اي حاجه بغيتوها، وكل شيء ديال برا، يعني كاين برا ما شاء الله 100%. وقبيلات مشيت نقضي شي شغل ودزت عندها، وتضحك قالت لي واش باقي حيه؟ قالت لي ما عرفناش مرتك وما عرفناكش فين ساكنه، وقالت لي فين ما تجي مولات المحل تقول لي هذيك السيده مسكينه، اما مريضه اما مسكينه ولدات وحامله وولدات. المهم تحياتي ليها واخا ما تنعرفهاش. ودابا ان شاء الله غنديكم المكازا البنات، فيهم الكويت داكشي تيحمق بلا ما نحرق المراحل حتى تشوفوا ان شاء الله. والله شي نهار غنمشي غير حدايا قريب، ويني المكازا غزاله غزاله تتحمق تتحمق. انا زعما الصراحه تندخل ليها تتخليني بلا عقل، ودفعت هذا وخلصت كل شيء باش تتعرف انسان كونفيونس، وتتعرف الناس ما شاء الله
المعقول. قالت لي انت زوقنا بيا الناموسيه انت جيتي درتي فينا خير صراحه. وجبتها باش ان شاء الله كل مره كنشري حاجه بحاجه من بيت النعاسي ان شاء الله يا ربي. الله يرزقنا والله يعطينا غير الرزق حلالا طيبا. هادشي اللي كاين المتبعين ديالنا الله يرزقنا الصحه والسلامه والفكاك على خير. وقولوا لي شنو فكرتكم في هذا المخده صراحه. هذه والله البنات الا تعطي واحد الديكور البيت غزاله غزاله الصراحه. كان كانوا شحال هذه عند والدينا وعند خوتنا وعند هذه شي حاجه طوب حسن. ديما المخده ها انتما تسناو بيت الناس نقادها لكم. المهم هذه هذه الكارثه ديال السعوديه اي حاجه تندفع فيها وتنمشي دابا وتشوف فين تندفع. هنا كان عندك الخياطات باقي عندها التواب ديالي ماشي وحده ماشي جوج الا قلت لك شي ثلاثه ديال الخياطات. وحده في الطيبيه وحده في ولاد جوجي وحده هنا في الخبازات. والله الا توابي كاملين تساو في قنيطره. ولدابا الحمد لله ان شاء الله صافي جات وقت المناسبه وجات وقت غيكون عندي بزاف د الحوايج دابا خصني نمشي نجمع حويجاتي يا البنات. وما تعرفش راه كلشي ولا غالي كلشي ولا هذا. ولكن كل حاجه تجيب الرزق اللي يطلب يطلب الله سبحانه وتعالى ما تيطلب حتى واحد. وهنايا البنات ما نقولش لكم راه قلت لكم قص بلا حوايج كلشي حيدتو. الا قلت لكم وليت تنخرج غير بالعبايه ولا شي جليبه عاديه والله ما تيقوا صراحه المتبعين راه تنجيكم صريحه. ايوا قلت اليوم والله حتى نمشي اختي نفتح راسي ونمتع راسي علاش لا. انتم عارفين مع الدخول المدرسي ماشي سهله راه انسان سبحان الله راه تيشوف غير بزاف د الحوايج تيقول لك شوف هذه كذا كذا. المهم ما نديوش على داكشي اللي بغي يهضر العام طويل. حنا تنشوفوا ريوسنا وتنشوفوا وليداتنا ووالدينا الله يخليهم لينا وراجل الله يخليه ليا ربي الحمد لله خدام حلالا طيبه وتيجيبها بالعرق ديال كتافه من الصباح للصباح وهو تيخرج. حمدك ربي وشكرتك. المهم اللي ما عرفك خسرك وكلشي ان شاء الله قريبا كلشي غيتعرف باذن الله. والله العظيم الحمد لله ما تينعس حتى الجوج وما تينعس حتى الثلاثه تيخدم الحمد لله. اللهم لك الحمد اللي قاري واعي ومثقف اي واحد الحمد لله عنده خدمته ها وتيجيبها حلالا طيبا لولادو. ودابا علاش لا خرجني الله يخليه ليا قال لي هزي اللي بغيتي. ايوا ها نتوما دابا. المهم شريت واحد اللبسات باش ندوز بعدا واحد شويه ها نتوما حيت قلت لكم مشيت هذاك النهار المكازا ديال الوايكيكي ما لقيت حتى حاجه. المهم الحوايج الحاملات ما لقيتهمش صافي خديت هاد الدرور حيت نتوما اللي تتسولوني على الدرور بزاف. هادو الصراحه بحال هكا انا جابتهم ليا خالتي الحاجه تحياتي ليها من هنا حتى لفرنسا حتى الريف هي اللي جابت لي الشكل كامل هنا. الصراحه ما لقيتش بزاف بحال هادوك حيت هادوك كاينين غير في فرنسا. وخديت هذا ما لقيتش اللون حيت عندي البيض عندي بلومارين عندي ماغو عندي البيض والكحل يا ربي. صافي دابا خديت هاد الكري حتى مولا الدرو قالت لي اكثر يا الكري حتى تقولوا لي حتى نتوما في الكومونتير راه بحال تفلاشيت ما بقيتش عارفه واش نلبس هذه مع هذه. المهم اختكم يمكن راه انا باقا في الحالات الاكتئاب كاع ما تخافوا اختكم باقا مريضه. والناس بزاف قال لك اختي سعديه عافاك خرجي من الدار سيري تبحري سيري هذه سيري هذه. راه والله اخوتي ما تنقدر الا تنقول لكم تنخرج مره في شهر يا خرجت دابا الويكاند حتى اليوم يعني تنخرج على 3 ايام على 4 ايام وتنجي عيانه وحق الله المتبعين. المهم ما تنسخاش بكم بزاف باش ما يجيش لا فيديو طويل طويل حيت اختكم اليوم عيانه. دابا هاد الدره زوين تتلبسوه وتتعقدوه وتتلوحوه عادي جدا. الله يجازيكم بخير شكرا لكم. كاينين واحد بعض الناس ما بغيتش نجاوبكم نتوما عارفين راسكم انا راه ني با لا اللي بغا يهضر يهضر. صافي شريت هاد اللبسه البنات في الابيض الله يبيض علينا الايام لينا وليكم ولجميع المسلمين اللي تيتمنى شي حاجه الله يبيض ايامه ويسهل عليه اللي قلبه زوين عمر ربي ما يخيبكم والله المتبعين. ونعيمه اختي اللي قالت لي الصباح ما عطيتينيش الديديكاس احلى ديديكاس اختي من هنا لطاليان الناس دوروبا كامله الناس المغرب من طنجه حتى القرقارات تحياتي لكم كبير الصغير الكبير الرجال الوليدات كلشي كلشي تنحترمكم. هذه خديتها لبسه كومبلي ها نتوما البنات ولبسات فنين ها واعرين يعني. هادو قال لي السيد ديما تنتقدر عنده الصراحه كنتو تتسولوني بزاف على العصري ديالي وداكشي قال لي هادو صالحين لك حيت هادو فيهم لاستيك قال لي ما غيزيروا لك لا على كرشك لا على والو. وهذه قميجه ديالو يعني دابا تشوفوها لابساها ان شاء الله. هذه لي زونسومبل هكا تيجي زوين انا بيض البنات تيكون ستيلي البيض تيكون هما وي
وديري ليها شي ذره حتى هي ماشي مشكل، اي لون يجي معاه البيض. صافي هذه اللبسه ها نتوما تبارك الله ما شاء الله. وهنا كاينه لبسه اخرى ها نتوما، والله الا فتحني السي ابراهيم ونكذب عليكم وقولوا عاوتاني فين لقى الفلوس تيسرق. ها نتوما شوف هذا السروال في الخضر حمقني، كذبش عليكم البنات تنموت على الخضر. ها نتوما تشوفوا انا راه مجنونه مهاوشه دابا مكرهش ندير الحنه. قلت المريضه ديالي قلت لي واخا مريضه مسكينه الله يشافيها ليا والله يخليها ليا ربي بطول العمر، عندي غير شي خويات الصراحه تنحمق على شي حاجه سميتها الحنه. هذا السراور البنات واعرين ولطيك كبيره ومستور وزوين وزوين بزاف هذا في الخضر، ودرت لها القميجه في البيض. ها انتم تقولوا لي سعديه ما كاينش شاريه كلشي بيض، ايوا اختي نتمتع. شوف ها انتم هيا وهنا اللبسه تبارك الله ما شاء الله الثالثه، حيت راه كلشي حيدتو البنات بلا ما تقولوا لي عاوتاني. المهم بلا ما نهضر البنات بلا ما نهضر هذا السروال تاهو هو، حيت السروال ما بقاوش عندي واسعين دابا ضروري المراه اي مراه حامله ما بقاش تلبس الجين وداكشي مزير ترخفها الله يرخفها علينا. ها نتوما هذا واعر، قولوا لي البنات الذوق ديالكم يلا اكيد عارفه تقولوا لي كلشي زوين. والله شوفوا البنات هذه ديال اللبسه ديالها واعره قويمه جا فنه ما شاء الله. هانتوما هادو ثلاثه ديال اللبسات، هنا نوريكم لبسه اخرى هانتوما هانتوما باش نسبق لكم. هذه البنات واعره هذه فنه فنه حمقاتني، واخا تكون الشتا البنات ديروا المونطو ديالكم وخرجوا عادي. شوف واعره هذه تبارك الله، راه ما تلبسي ديري السبرديله ديالك وخرجي. شوف حمقاتني اي حاجه والله الا تنشاركها معكم قبل ما نلبسها باش تعرفوا انا راه الحمد لله ما تنخبى عليكم حتى حاجه. شوفوا لي الديدات شوف قولي لي كي جاكم هذا اللون حمقني الصراحه. انتم هيا او هذا الغوز نتفايل على راسي اخوتي، شوفوا باش نتفايل على راسي. شوفوا 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 شوف. الغوز نعم سيدي هذه حتى هي حتى لتحت مع السبرديله والدره صافي. انتم شوفوا خصني شي سبرديله دابا حتى هي نمشي ناخذ شي وحده تكون ميديكال شويه وتكون رطيبه، حيت كلشي حيدتو كلشي. انا تنقول لكم والله راه اختي لحم صعيب وحق ربي لا تيجي شي حماق الله يستر الله يحد اللباس وصافي. ها انتم الجديده شوفوا دابا البنات هادو هما المشتريات ديالي الصراحه. ان شاء الله غنمشي دابا نشارك معكم العشاء خفيف ظريف اللي وجدت للدراري. يلا زيدوا معايا الكوزينه مرحبا بكم. المهم المتبعين العزاز ديالي اكيد ندخلكم الكوزينه، حيت بزاف وحده هي وحده ولا جوج قالوا لي خرجينا سعديه من الكوزينه شويه. انا اختي شوف انا نتوما عارفين المحتوى ديالي في الكوزينه، وان شاء الله اكيد غنخرجكم. واني شوفي الا ما تتفرجوش في الفلوقات الزنقه، على الفلوقات الزنقه ما تعجبوكمش تعجبوكم سعديه تقصير في الكوزينه. دابا شوفوا تفرجوا في الفلوق الزنقه تفرجوا في ديال اللي درت لكم، حيت نتوما عارفين اختكم دابا واحله في روحها. داكشي اللي كاين يا اغلى المتتبعات ديالي فنات والله العظيم المهمات فين ما كنتو تنموت عليكم. دابا البنات شوف درت لهم الغدا زوين تبارك الله، درت لهم الكغاطان واللي ما قدرتش نصور، درت الحوت نتوما موالين الخير صراحه ما قدرتش نصور حتى تجيني هذيك السخفه ما قداش. وما نكذبش عليكم محال غنتسنى توصل وقت الطبيب، حيت علاش ما عرفت البنات. المهم عندي واحد السخفه ماشي عاديه والدوخه تدوخ بيا الدنيا صافي. دابا خرجت فاش قلت لكم تسخرت وداكشي دزت خديت لهم هاد لي كيش ها نتوما تشوفوا تبارك الله ما شاء الله. صافي درت هادو لي كيش ديال 12 ها هما، وهنا درت الفرماج وجوج بيضات ها نتوما. هنا البنات شوف البنات صراحه انا تنعطيكم واحد الحاجه زوينه بزاف، هادو ديال اللي شرملت هنايا والله البنات شرملت ما شاء الله. شرملت هنايا لاداند ديال الدجاج، انا ما تنشريش لاداند الاخر تندير دجاج الصدوره ديال الدجاج معروفين تتمشي تاخديه تتشحري بالصوجة الملحه البزار وهذا صافي. هذه الملحه والبزار والصوجة فاش تبغي تزيدي الخرقوم البلدي باش يبدل لك اللون وصافي. ودرت الخضره شوفوا البنات الناس اللي قالوا عافاك سعدية ديري لنا البصيله ديال الخضره اكيد غنديرها لكم، وراه كاينه في القناه بالديتاي بكلشي. شتي البنات اي حاجه فيها الخضره صحيه لكم ولوليداتكم ولاي حاجه، راه البصيله ديال الخضره شي حاجه طوب البنات صراحه الله. وهذه عاود لي كيش ديال الخضره راه تنديرها مشحره غزاله تبارك الله، وفي الاخر تزيدوا الزعتر
صافي معلقه ديال الزبده وشويه ديال الزويته صافي. انا ما تنكثرش لي الدم، اي حاجه ما تنديرش فيها لي الدم بزاف. صافي شحرتهم مزيان تطاحوا وها هو القشده الطريه اكيد تديروه هنايا كامله نتوما بسم الله. تتخلطوا الخليط ديالكم، اي واحد تبارك الله راه تيعرف لي كيش كيفاش يتخدم هذه لاباري معروفه، ما كاينش شي واحد اللي يقول لك انا ما عارفاش. وكاين عاود لي كيش تنديروا كله خضر سبحان الله، تندير الخضره خضره تندير كلشي تنخلطوا هكا هكا. والله الا شحال من مره يمكن هي ما شفتهاش معكم ولا الله اعلم ما بقاش عاقله. تتخلطوا لاباري ديالكم ما شاء الله مع الفرماج الاحمر، حيت هي لي كيش اشنو هو الدور ديالو؟ راه هي الفرماج الاحمر، الفرماج الاحمر تيعطي واحد لوكو زوين والقشده الطريه، اي حاجه خدموا بها بالقشده الطريه هانتوما يعني تاكلوا شي حاجه صحيه. وهاد العماره عاوتاني البنات، هاد العماره تبارك الله جبتي العصير صافي الفرماج الله بارك عليك. العماره هذه ممكن ديري بها السمان، ديري بها البطبيطات، ديري بها اي حاجه فهمتوا يعني تديري ابسط حاجه خرجي العشاء ديال الولاد، ديري كاسكروت. دابا حنا انا دخلت مع الطلاق شكون اللي غيفكني؟ يفكني لي كيش واني تبارك الله راه قلت لكم درت لهم الغدا زوين صراحه الله. غير في النهار سبحان الله ما قدرتش نصور لكم ما نكذبش عليكم نتوما عارفين، غير دعيو معايا البنات والله راه ما مكرهتش نصور معكم يوميا واني للاسف الصحه على قد الحال وما كاينش لقانا والله ما كاين لقانا والو صراحه. شوفوا لاباري ديالكم كي تجي تتحمق ما شاء الله، تجي خاطره وكل شيء. ها انتم ان شاء الله يا ربي غنعمر معكم ها انتم بسم الله كل شيء قدامكم. هاهي زعمو نوضو طيبو راه كل شيء بالزعام. ها وهادو حتى هما راه تعجنيهم في الدار، انا راه ما بقاش قاده وصافي الصراحه وليت نطلب الساهله باش ما نكذبش عليكم. المهم الدراري نتوما عارفين تيكبروا تبارك الله ما شاء الله. ودابا الامتحانات الناس اللي قالوا لي خليه احمد يقرا، اكيد اختي انا اول وحده تبارك الله ما شاء الله اللي تنزير ولادي في القرايه باش ما نكذبش عليك. هو تبارك الله تيقرا ما شاء الله، الله يقريهم الله يثبتهم والله يهديهم والله يبعد علينا شر الخلق. والله اختي العزيزه شكرا على النصيحه ديالكم وما عمرنا نسخركم الصراحه الله. غير هو فاش تتكون الوقيته ما تنكرهش حتى انا يكونوا معايا في الكوزينه يونسوني، ما ماشي على التصوير اختي الحبيبه، انا التصوير ما عنديش مشكل نصور راسي، غير هو تيونسوني وليداتي الله يخليهم ليا. هادشي اللي كاين الحبيبه ديالي ما دابا راه اكيد عنده سيزيام، دعيو معايا وندعي معاكم ربي يسهل جميع الوليدات والله الله يثبتهم، حيت انتم راه عارفين سي المراهقه ماشي ساهله وجات مع سيزيام راه صعيبه صعيبه والله. داكشي علاش ما قد نسافر ما قد حتى حاجه باش ما خصنيش نتخلى عليه نهائيا والله. دابا كاع الا سافرت راه خصني ما نفوتش نهار يومين على اساس ولدي. ايوا الله يسمح لينا من الوالدين حيت حنا ما كرهناش كون جلسنا وكملنا قريتنا وبزاف د الحوايج يعني الحمد لله كلشي ديال الله هادشي اللي كاين. انا راه تنعمرهم تبارك الله باش ما نكذبش عليكم، انا تتعجبني الحاجه تكون عامره ترز دقا دقا، اي حاجه الا درتوها ديروها من القلب البنات باش ربي تيسر. شو تبارك الله فنين غيعجبوكم اكيد، انا متيقنه غيعجبوكم هاد اللي كيش، جربوهم على حساب والله شي حاجه زوينه وتتجي البنه. بغيتو الا عندكم البر وشحروه حتى هو راه تيعطي البنه في اي حاجه، شتي البصله البنات انا ننصحكم. المهم ما عرفت واش تفقوا معايا ولا لا، البصله ما تشحروش بها بزاف بحال المملحات، من احسن خدموا بالبورو. البورو راه عنده واحد الدور مهم صراحه، يمكن هذا الاخرين اللي غيكونوا مغشوشين البنات صح. ومازال انا قلت يمكن درت الحشوه كثيره انا جاتني لا لا يمكن داكشي غيجي هو هذاك شو اللي جات فيه هذا الاخر نقول لهم اودي مسامح كريم صافي. غنمشى والد جاب العصير مره ندير في الدار مره نشري، حيت انا الصراحه البنات شكون اللي بحالي اللي جاتو على هذاك الليمون ما عرفتش شنو سميتو بولبي ولا سميتو بولبي هذاك تيحمقني ما كرهتش نجيب شي كراك نخبعوه وعك الله هو اللي تيبرد عليا شويه هذاك بولبي تيحمقني الصراحه ديال الليمونه صراحه. شوف شو تبارك الله شوف نقولوا سعديه ما قادلاش تقاتل مع الزمان، غير خصكم نتوما تعاونونا شويه في جمجمو ولا تخممو. ها انتم
قولي كي جاك كي جاكم ليكيش ديالك. يلا دابا ما تمشيو فيه تيطيبوا باش تشوفوا نهايات الفيديو ديالنا. ها نتوما البنات تبارك الله ما شاء الله ليكيش ديالنا موجود دغيا دغيا فيت في العشاء ديالنا موجود. والله البنات الا سخون كي جاكم شوف 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 تبارك الله راه كلشي على لاباري البنات ذاقوا الطاقه ايجابيه حتى حاجه ما تضركم في حياتكم والله الا كلوا واحد صحيحتكم ربي عطاها لكم شوف 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 تبارك الله شوف شوف البنات شوف 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 ما شاء الله شوف ورطبينا والله الا شي حاجه طوب البنات طوب طوب راه الا ما شكرناش راسنا هي مصيبه. ها نتوما ايوا الصراحه الصراحه والله الا العشاء خفيف الصراحه كنت بغيت نزيد معاه واحد السوب وهذا صافي عييت الواحد ما بقاش يتكلف على راسو اللي عندك في الدار ديري هادشي اللي كاين البنات صراحه الله تبارك الله ما شاء الله تتوجدوا العشاء ديالكم والخوي والعصير ديالنا هذا هذا تنحمق عليه هذا هو عندي كلشي في الدار صراحه. المهم واخا غتقولوا لي لي غاز وداكشي ما عنديش مشكل حيت علاش هو اللي تيبرد تيبرد ليا على قلبي الصراحه والله وسبحان الله راه ما كانش عندي شحال هذه مع الليمون وشريت ماندالين شريت عرام والله الا خديت ماندالين جيب واحد ربعه الماندالينات نوريهم للمتبعين شريت واحد ماندالين خضر وغزال صراحه نقلت لي وتندي البنات البانيو حدايا شكون بحالي تندي البانيو ونغسل ليتشين ونغسل المهم كان ليتشين لا ماندالين هذاك ليتشين ليتشين تندي ربعه وتندي لهم غير هكا وتناكل وحق الله ما عمر جاتني على الليمون كانت شحال هادي ولادي تجيني على الحامض واخا متفقه معاكم ها انتما شوف شوف شريت شريت المندرين واه والله العظيم شوف شوف ها السعاده السعاده كلشي في هاد المندرين شوف تقولي صافي جاك لوحه ما سعدي يا حمق اه شوف شوف الله 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 العظيم الا واعر واعر الصراحه شي حاجه طوب البنات هذا هو العشاء ديالنا قبلوا على هذا الفيديو ونتمنى نتمنى ديما الطاقه ايجابيه ديما الحب ديالكم الكومونتيرات شوفوا البنات كثروا كثروا في الكومونتيرات واللايكات لايكات لايكات هما كلشي راه فاش ما تديروش لايك راه والو راه اللايك ما تنتخلصوا عليه ما حتى حاجه هي اللايك شنو هو الهدف ديال هذا الفيديو تيطلع الناس جداد باش الناس جداد يجيو يقولوا لك باجي نشوفوا هاد سعديه كي دايره عاجي وتشوفوا سعديه سعديه صافي. المهم بلا ما نقول لكم نقسم معكم شي وحده شوف 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 ما شاء الله شوف 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 غزال غزال داكشي ما شهيتكم اللي شهيتو يسمح ليا العرض سيدي ربي حيت كاينين الناس مساكنين تيتوحموا وهذا الله يحسن العون صراحه الله ونتمنى لكم السعاده ونتمنى لكم خير وما تنساوش السعديه شاني من لايك البارطاج جيم جيم ولاد وخميمو مع السلامه على فيديو جاي.